وهسه على بركة الله نبدي آخر لكتشر بالتشريح اللي هو الكرانيال نيرف. هنا ذاك الاسباينال نيرف كرانيال نيرف are bundle of sensory or motor fibers that innervate the muscles in the gland or carry impulse from sensory receptors or have a compression للموتور and sensory fibers. هاي يعني معلومة نعرف احنا هنا مثل spinal nerves يغذن الجلاند المصل يستعمل السنسر ريسبتورز بهن سنسر وبهن موتور وبهن ميكس تمام. اسم هنا cranial nerve because انه هنا من يجن من الفورامين اوف فيشر موجودة في الكرانيوم covered by tubular sheet تجينا من الكرانيوم مننديز هنا عددين 12 يجن من البرين. التسمية مالتهم تكون بالرومان نيومرالز هاي نعرفها يعني. اكو من عندهم بولي سنسوري اكو عندهم بولي موتور واكو عندهم ميكس. عندنا الوظائف مالتها الكرانيال نيرف سو ماتي يونيك اند كان بي انه تعمل مالتيبل فانكشن مثل الجنرال انه هي سام جنرال مثل السباينال نيرف. عندنا اما تكون سبيشال خاصة مثل الكرانيال نيرف. عندنا تكون بيها افرنت والإفرنت يعني سنسوري أو موتور. عندنا تكون سوماتيك أو فيزرال. السوماتيك يكون ريليتد للسكين وبسكليت المصل. أما الفيزرال فهي تكون للسبوز مصل للكاردياك مصل والجلاند. عندنا 5 من فانكشنال. الفانكشن مالتها يعني ما أعتقد إنه راح يجيبونها بس خلوها ببالكم إنه الموتور إفرنت الفولنتري مثل السترايد مصل موجودة بالمصل مال ماستيكيشن. اما الموتور افرنت اللي هي الانفولنتري فهي السمود موسل موجودة بالجلاند السفنكتر بابيلا واللاكرمال جلاند. عندنا السنسوري افرنت اللي هو جنرال سنسيشن مثل التاتش البريشر الهيت الكولد. اما السنسوري افرنت فايبر هي للفيزرا هاي للفارنكس للارنكس التريكي برونكاي لانج الهارت والجاس انفستيشنال تارجت. نجي بالنسبة أخير شيء sensory efferent fibers تكون unique sensation يعني مخصصة اللي هي special visceral اللي هي taste and smell وspecial somatic اللي هي vision hearing والbalance. هذا اللي حددنا يعني ما بيجي شيء مهم. هذا الجزور راح أرجع له بالأخير. الأورجن مال cranial nerves cranial 12 أول اثنين اللي هنا الأولفاكتوري والأوبتيك يجي من السيريبلم. أما البقيات فيجي من البرين ستيم. البرين ستيم بضمن الميدبراين المونس والميدلا. الميدبراين يطلع لنا التروكيلير نيرف من البوستيريور سايد مال الميدبراين وهو هاز لارجست انتركرانيال لينث. عندنا الميدبراين يطلع لنا أو تعدينا البوشن جاكشن اللي هو الأوكليوموتر. نجي بالنسبة للبونص يطلع لنا التراجمنوس والجنكشن مال البونص للمدلة يطلع لنا الابدوسنت الفيشيال والفيستيبيو تروكيلير. اما المدلة اوبلانجاتا فهي من البوستيرير مالتها يطلع لنا بلوسو فرنجيال الفيجاس والاكسسوري والانتيريال للاو فيل اللي هنا اللي هو الهايبوجلوسو. هاي الكرانيال نيرف انقسم يعني اترقمت حسب تركيبها من البرين ستيم من السوبيريور للانفيريور ومن الميدل لللاترال ومن مكان خروجها بالاضافة الى مكان خروجها من الكرانيوم من الانتيريور للبوستيريور. وهاي الصورة مالتهم. فهسه نرجع على الجدول. الجدول خلوا ببالكم اكو عندنا نص او نيرف بسنسري اكو عندنا نيرف بسنسري اكو عندنا نيرف يكونون ميكس تمام وعندنا نيرف يكونون سكريتو موتور باراسمبستيك. هسه مثلا عندنا اول نيرف اللي هو الاولفاكتوري هو يكون سنسري فقط يعني فقط سنسري يكون الفانكشن مالت السميل منين يطلع يطلع من الاوبننج مال الكربك فون برا بليت اللي موجوده بالاثمويد بون. هذا المدخل مالته مميز تمام. نجي بالنسبة للأوبتيك فهو هم عاكين بس سنسري فقط المخصص للفيجن للرؤية وأكيد من الأوبتيك كانال اللي هي على اسمه تمام. هاي خلصنا اثنين سنسريات تمام. نجي هسه على اثنين موتور اللي هن الأوكليو موتور
البروكيليا، الاوكليو موتور موتور لل ينطي للابر اي ليد، ينطي للاي ليد بو الاي بول، ينطي لل كونسنتريك باي بول، وينطي للاي. المدخل مالته من السوبريور اوربيتال فيشر، سوبريور اوربيتال فيشر، اوربيتال يعني راح لاوربت، فهو اصلا 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 جاي للاي، فهو يدخل من السوبريور اوربيتال فيشر. البروكيليار الى نفس المدخل مالته، تمام، وهماتين موتور وهماتين للاي بول، تمام. نجي بالنسبة للترايجيمينال، الترايجيمينال دي ثلاث فروع احنا نعرفهم، اللي هو الاوبثالميك، الماكسيلاري، والمانديبول. الاوبثالميك ماي ترايجيمينال يكون سنسري، ينطي الكورنيا مال العين، ينطي السكين مال الفورهيد، ينطي السكالب، ينطي الاي ليد، ينطي النوز، ينطي البرانيزل ساينس، ينطي النيزل كافيتي. اكيد بما انه ينطي الاي فاكيد راح يدخل من السبل الاوربيتال فيشر، اوكي. عندنا الماكسيلاري هو همتين السنسري، بور سنسري، ينطي للماكسيلا، ينطي الابر ليف، ينطي الابر جو، ينطي للمال ممبرين مال النوز، ينطي للماكسيلا الاير ساينس، ينطي للبلد. منين يدخل؟ مثل ما تخاص من الفورام الروتندا، تمام. نجي بالنسبة للمانديبولار ديفيجن، هو بي موتور وبي سنسري. منين يدخل؟ يدخل من الفورام الاوبطالي. الموتور مالته اكيد للمصل، يكون مصر اوفنسيكيشن، مايلو هايويد، انتيريور بيل اوف دايجاستريك، تنسر فيلي بالاتيني، وتنسرال تنبني، كلهم مصر. اما السنسري مالته فهو يكون راح يكون للتشيك، للماندبل، للتيث، للتمبرو مانديبولار جوينت، والانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانك، تمام. نجي هسه الابدونسيد. الابدونسيد هو موتور للريكتس مصر، وال مال ترانس الاي بول، هو موتور يعني موتور للعين. اكيد ما انه موتور للعين راح يدخل منين؟ من السوبريور اوربيتال فيشر، تمام. هو بولي موتور. نجي هسه على الخامس اللي هو الفيشل، هو بي موتور، بي سنسري، بي سكريتو موتور، بارا سمبثيتك. الموتور اكيد للمصل، فيروح للكتف مصل والاي بول. يعني اكيد للمصل يروح المصل مال الفيس، يروح للتشيك، يروح للسكال، يروح للثريديوس مصل، يروح للميدل اير، يروح للسايرو هايد، يروح للبوستيريور بيلي اوف دايجاستريك مصل. المدخل مالت من الانترنال اورثيك ميسوس او الفيشيال كانال والستايلو ماستويد فورامين. الاول فرمات الموتور يروح يدخل من الانترنال اكوستيك ميسوس. نجي بالنسبة للسنسوري، السنسوري مالته هو للتست، الانتيريور تو ثيرد مال التانج، والفلور اوف ذا ماوث، والبلت. اما بالنسبة للسكريتو موتور فهو اكيد راح يروح للجلاند، اللي هي سب مانديبولار جلاند، سب لينجوال، لاكريمال جلاند، والجلاند مال البلت، تمام. نجي بالنسبة للسادس اللي هو الفيستيبيو تروكيليار، اكيد يكون بفرعين هنا الفيستيبولار والكلوكيلير، وهذا اثنيناتهم سنسري، يعني هذا بولي سنسري. المن للبوزيشن، موقع الموفمنت مال الهيد، الحركة مال الهيد، ويكون للهيرنج، الكلوكيلير للهيرنج. المدخل مالته مثل المدخل مال الفيشل اللي هو انترنال اكوستيك ميتوس. نجي عندنا الجلوتو فرنجل السابع، هو موتور بسنسري وسكريتو موتور. الموتور مالته اكيد دي يروح للمصل، السفيرو فرنجيوس نظر، عملية الفولومك. السكريتو موتور مالته هو البارات الجلاند وحدي. السنسري يكون للبوستيريا 1/3 of the tongue، الفارنكس، والكاراتيسانس، والخلاط الوزي. المدخل مالته من الجيكبيلر فورامين، مدخل مالته خاص، مو خاص بس واحدة يعني، بس من الجيكبيلر فورامين. بيو يا بعد نبات خل نجيب يا فرامي. عندنا الفيجاس، الفيجاس بموتور وسنسوري. الموتور مالته أكيد للمصل، المصل اللي موجودة بالجسم اللي هن كونستركتر مصل مال الفارينكس، الانترنسيك مال اللارينكس، التراكيا، البرونكاي، مصل مال الهارت، الكلفشن مال الكولون، الليفر، والبنكرياس، يعني المصل موجودة بالأبدومين. وأكيد يدخل من الجيجيلا فرامي ويا لوسو فرانشيل.
اما السنسوري مارتي فهيكون تيست للابيجلوس للباكولا والافرنت فايبر للستركشر نيم ات اوف، يعني البن ستركشر موجوده اثنان هيكون راح يكون سنسر الهن هماتين. عندنا الاكسسوري اللي هو الدعش بي اكرانيال نوت روت وبي سباينال روت واثنيناتهم موتور، يعني هذا بولي موتور اكيد المصل مصل مصل فيلت الفارنكس اللارنكس ترنوكليدو مصل مصل القبيجة ويدخل مين من الجيكولا الفرمي. تمام، نجي اخير واحد اللي هو 12 الهايبوغلوسا، هذا موتور بشكل كامل يدخل من هايبوغلوسا سكنا القناة على اسمه خاص يعني بي. المصل مال التانج يكون بالشيب مالته والموفمنت اكسسبيليتي جلوفوس هاي تاخذها من غير انرفيشن وبس. خلاص هذا الليكتشر يعني مال الكرانيال، اهم شي تحفظون هذا الجدول، هذا الجدول كلش مو راح يحفظ لكم هواي حكي عن الليكتشرات الباقية.